سبق يجي انت شوفوا لنا مش عندي بنات يطلعوا لنا الشوي يطلعوا فين السلام عليكم متابعي قناه شوف تي في مباشر معكم من تنشوفوا فعلا البحلاوي اللي هو الكاموي. اليوم عندنا واحد القصه اللي هي صعيبه ديال واحد الطفل قاصر اللي توفى الاب ديالو من بعد الام ديالو تتعدى عليه تتكرفس عليه تتمارس الدعاره حداه يعني كنتمنى يعني من الجمعيات الحقوقيه يحاولوا يدخلوا في الخط لان القضيه صعيبه بزاف لان كما جاء على لسان الطفل والاخت ديالو بان راه فاش كان باهم مازال حي يعني في الحياه كانت الام ديالو كدير عليه هادشي كانوا كيشوفوهم كانوا صح. حنا بغينا جمعيات اللي تدخل هذا الخط وقوم معنا باش نعرفوا اكثر من العمه ديالو. السلام عليكم عاودي لنا خويا. انا هاد ولد خويا توفى خويا دابا تقريبا شي شهرين هادي وكانت امو سمحات فيه العام اللي فات سمحات فيه وخلاتو امي مسكينه عيانه. المهم انا دابا جالس معايا هو والوالده ديالي انا دابا اللي كان عايش معايا مشات هي وخلاتو سمحات فيه بقى كيقرا عندي. المهم هاد شي شهرين هادي توفى الاخ ديالي كان الولد مسكين من كان معايا كان معايا كان تيبقى مسكين مره مره تي بحال اللي كيتوحش امو كيبقى مع القبيه تنقول لنا خويا صلي صلي وتوجه الله وطلب الله باش ربي يهدي امك باش زعما ترجع عند بابا وتحضن عليك وداك الشيء. مسكين واحد النهار هو يقول لي انا عمتي دابا من وليت كنصلي عاد ماما ما بقات كتسول فيا ما كتعيط ما والو. شفت انا تعيت عيط ليها قلت لها اختي دابا راه الوليد راه كيعلق بيك ودابا انا ما خاصها تجي حاجه معايا ولكن الولد راه كيبغي الام وتيبغي الحضن ديال الام وداكشي راه زعما مسكين توحشك هي هذيك. جات داتو المره الاولى مشى معاها الولد جلس معاها شي 3 ايام وصافي هي تجيبو عاوتاني جابته لعندي بقى عاوتاني واحد المده معايا. شفت الدري مسكين جالس مقلق وداكشي قلت له واش نعيط لماما باش ديك قال لي واخا عمتي عيطي ليها. المهم عيطت ليها مشى الدري مشى الدري معاها صافي جا الدري عادي ما قال لي حتى حاجه ما والو الدنيا صافي. كنقول انا الدنيا هاني كنسولو كيقول لي راه ماما كاريه راه خدامه وكاريه بوحدها هادشي اللي نويت انا. من بعد ما توفى خويا الله يرحمه هي هذيك عيطات ليه قال لها راه بابا توفى قالت لي ولدي اجي عندي حقا عندك ونبكي انا وياك وهذا. قال لها الولد واخا مهم بقى قال لها غدا حكا وهي ديك واجي ديني شويه الغد لي من عيطات هو يجي عندي. قال لي الولد قال لي انا عمتي انا ما غاديش نمشي عندها راني خايف ما نمشيش عندها. قلت له علاش ولدي قول لي شنو شنو. قال لي راه عمتي انا ما كنتش كنقول ما تبغيش نقول لك انا ما مشيت عندها رقيتها كاريه مع واحد السيد وانا كنعس بوحدي في بيت وهي كتنعس مع داك السيد وكدير الحوايج الخايبين تدير المخدرات كدير اي حاجه اللي كتخطر لكم على البال ديالكم كديرها قدام الولد. الولد اللي كيحيو في امو قال لي وهذاك السيد اللي معاها راه ما كتمشي هي الخدمه كتخليني بنهار معاه وهو كيتكرفس عليا كيقول لي زيد تغسل المواعين زيد تشطب زيد راه الولد دابا غيتكلم في امو داكشي اللي كيعاني به وكيضرب الولد من كيضربو تيحلف على الولد كيقول ليه الا جات ماماك وقلتي ليها غنقتلك هي هذيك. قال لي دابا ماما عمتي انا ما بقيتش قاد نمشي عندها انا دابا فيا الخلعه دابا حاليا راه كني كنهضر معاك وراه كنحس بالخلعه في قلبي ما نقدرش نمشي عند ماما
وبزاف الحوايج راه من كان بابا حي وكانت كديرهم قدامي، وانا ما كنتش كنقدر نقول لكم حتى شي حاجه، بان هي كانت ديما كتوصيني كتقول لي عندك تقول لجداك ولا تقول لعمتك ولا لشي حد ما تقولش هادشي. وهادشي يا خويا حنا ما كناش عارفينه، ما المهم حنا كنا ما كان زعما ما كان حنا كنشوفوا خويا زعما بحال اللي ما مرتاحش معاها، ما كانش كتصبر خويا، ما كتديرش ليه الماكله، ما كتوكلوش. خويا كان مريض، ما كناش عارفين شنو هي مع شنو كديره ليه، ما كيهضر ما كيتكلم معاها. وكانت الولد كيعاود فمو، عاوتاني كان خويا كيمشي للحانوت ديالنا كيخدم بالليل، هي كانت كدير الدعره في الدار، والدري اللي كيعاود هنا هادشي ما عمري شفته بعيني، يالله شاهد عليا انا ما شفتش، ولكن الولد كيعاود فمو كانت دير داكشي في الدار، كديرو في الدار ما كيمشي با الخدمه كديرو. يعني فاش هي بغات، فاش سمحات في الاب في الابن ديالها ديك الوقيته جابتو عندها للدار و... شكون اللي عيطات عليه مره وحده باش شاف داك الشيء؟ هي ما كتعيطش ليه، راه الولد اللي كيبقى معلق بها وما كيبقى معلق بها كنعيط لها انا، كنقول لها الولد زعما راه ما خاصها حتى شي حاجه معايا، ولكن راه معلق بيك راه باغي الحنان ديالك وداك الشيء. ما هي من خلاته ما تسوقاش ليه، مشات صافي خلاته سمحات فيه، ما تسوقاش ليه لا صافي خلاته سمحات فيه بقى معايا. غير الولد مسكين بقى مره كينشوفو مقلق، تنقول لي واش وحشتي ماما تهضر معاها، كنشد التليفون كنعيط ليها باش كيهضر معاها هادشي. ما هي ما مسوقاش ليه صافي، من مشات ما مسوقاش ليه. الدري مسكين بحال يبقى معلق منها، دابا الولد بحال صافي صافي ما بقاش قادر يمشي، مابقاش قادر يمشي عندها، بقى خايف خايف من داك اللي السيد اللي معاه اللي كيتكرفس عليه، خايف خايف منه. صافي الولد بحالي دابا ما قنع منها، وما بقى كيقول لك ما تهضرش معايا وما تجيش عندي، ما بقاش قادر بقاش قادر يمشي عندها، خايف منها. هذا الشيء خويا فين نخلي لكم الكلمه للولد هو اللي غي. لا شنو كطلبوا؟ كطلبوا جمعيات؟ كنطلبوا اخي شي جمعيه توقف معانا باش الوليد ما ديش تكرفص عليه، الولد يبقى معايا. هذا الشيء اللي بغيت شي جمعيه تساعدنا، تساعدنا في هذا الوليد. هذا الولد دابا يلاه عنده 11 عام وكيقرا، وانا خايفه هذا الوليد يمشي مسكين يتكرفص، بغيت شي جمعيه توقف معايا. تعرف عمره 11 عام وعنده شي اخت ديالو؟ عنده اخته مجوجه، حتى هي قالت لك انا مستعده نشهد بان داكشي اللي كانت كدير ماما من كان بابا حي، كنت انا صغيره وكانت كدير الدعاره في الدار ديالنا، في الدار ديال الاب ديالهم بنتو، حتى هي قالت لك تشهد، قالت لك انا شاء نشهد، قالت لك نشهد بان حتى هي قالت لك انا خويا ما نبغيش يتشرد، حيت كانت فايته واحد المره داتهم من كان خويا حي، وكانت مشات داتهم ساكن، وبنتها كتقول لك خاصك يا عمتي تشوفي تكرفصي، تكرفصنا ديك 6 شهور حتى مشيت انا نيت اللي مشيت جبتهم، مشيت عندهم ومن مشيت جبت الدراري وجبتهم. قالت لك دابا انا ما بغيتش خويا يمشي يتكرفص، قالت لك انا اللي شفت العذاب ديك 6 شهور شنو داز علينا وداك الشيء. وفين كتواجد دابا السيده؟ في قنيطره. هي كتوجد في قنيطره كاريه. اش كدير؟ كاريه. راه الولد دابا عارف الدار، الولد الصغير عارف الدار. كاريه مع شي حد؟ كاريه هو داك الشيء، هي وداك السيد كاريه هي وياه اللي تيعاود هو داك الكاريه هي وياه. وهي قبل هي قبل ما تمشي كانت كتدير يعني الحوايج الخايبين. كانت كدير الولد كان تيشهد، الولد كان تيشهد بان كانت كدير الدعاره في الدار، في الدار ديال با كانت عايشه تدير الدعاره في الدار، خويا في الليل كيمشي للحانوت كيخدم وهي كانت كدير الدعاره في الدار، وبنتها كتشهد بهذا الشيء وتا ولدها. حنا ما شناش ولكن الاولاد هما اللي كيشهدوا بهذا الشيء. ديريك الولد راه ما لقاش خليناها بوحدها ياك. ونقول لك ولدي حنا قلنا تحضرنا على الدري. ودي الدري بحال اللي كنا واخا حاسين بها ولكن مغمضين عينينا تنقولوا على وديت الاولاد باش هذيك البنيه الا جات عاوتاني تجي لدار باها الوليد هو ما يتشردش. هذا الشيء بحال اللي كنا ميكين تنقول لها خليها منها ولا منها مولاها، زعما ماشي حنا كنا حاسين بها مع انك واخا ما تنشوفوش ولكن حاسين بها بان راه ما مرسياش، راه ما مهلياش خويا، بان حتى خويا ما كانش كطيب لي، ما تتصبلش لي، غير انا اللي كنت كنصبل لي، وراه الناس كلشي كيجهدوا بهذا الشيء، راه كنتي شوفوني تنجيب الحوايج لخويا كنصبلهم ليه، والماكله كنديها لخويا انا اللي كنديها ليه الماكله اللي كياكل، هو ما بقاش اصلا خويا كيثق فيا ياكل الماكله ديالها ولا داكشي اللي دايره ليه، مسكين ما بقاش يثق، ما بقاش كيثق فيها. واخا تشوفها ومسكين شحال من عام باش تشوفها؟
توفى دابا خويا يلا شي شهرين دابا وشي يلا شهرين يلا شهرين ولا يلا شي شهرين دابا 10 ايام يلا شهرين ولا 10 ايام وي شهرين وما كاين لا لبسه لا لحق الله لا والو هي ما كايناش هي في المسوقه خويا هي عايشه عايشه هي الحياه ديالها هي فين هي العقل اللي تجي غير تسامح معاها ما جاتش عندو تسامحات معاها ولا شي حاجه ما كاش مطلقه لا ما مطلقهاش ما مطلقهاش ما جاتش عندو كاع ما جاتش عندو هي كاع ما جاتش عندو كان مريض كاع صارح الفراش وقال ليها الولد راه بابا مريض راه ما تيهضرش وداكشي ولكن ما جاتش عندو ما هي كتسنى وقتها شي يموت ما مسوقاش هي ليه لا حول ولا وخويا انا بغيت دابا الجمعيه شي فريتو يوقفوا معايا مع هاد الوليد باش ما يتشردش ان شاء الله يكون وباش ما تمشيش تكرفس عليه هالولد دابا مسكين نيت اصلا مريض نيت اصلا قال لك انا واحد المره جا في الصباح ربي كيشهد عليا جا في الصباح وانا كنفطر ويقول لي عمتي قلت له مالك اولدي قال لي انا باغي ندير داكشي اللي شفت ماما كديرو والله القسم الله شاهد عليا راه حدايا كانت حدايا الوالده ديالي وحدايا الخوت وكلشي قال لي يا ماما عمتي انا بغيت ندير انا شي حاجه في الداخل ديالي كنقول انا داكشي هو الحياه كندير داكشي اللي كدير ماما عاد خرجت الوليد وبقيت كنهضر معاه وقلت لي لا ولدي ديك الطريقه راه خايبه وما خاصكش دير هادشي وخاصك تكون تصاليح وربي راه غيغضب عليك وبقيت كنحدد الولد بشويه وهي تصنت ليا واصلا دابا كيقول لي غير تنتفكر داكشي اللي قال لي داك السيد وكتجيني الخلعه في قلبي اصلا هو دابا راه اصلا مريض خاصو يتعالج ما تدورش بقي معايا باش نقول واحد باش نقول للناس تطلبوا جمعيات تطلبوا جميع حقوقيه للطفل كما كنعرفوا متابعي قناه شوف تي في يعني هذه هي القصه كامله بان الزوج يلا توفى الله يرحمه يلا دابا تقريبا شهرين يعني الزوجه ديالو ما شافتوش نهار كان يعني على فراش الموت ما جاتش تسامحش معاه هادشي واقع دابا غير باقي يلا شهرين يعني السيده ما لابسه لا حق الابيض لا حتى شي حاجه يعني ما يعني شنو نقولوا بحال اللي ماشي الراجل ديالها كتعدى على هاد الابناء هادو الطفل راهو كيشد فيها يعني عندها واحد بنتها كبيره راه مزوجه هي كتشد فيها السيده كانت كتمارس يعني قدام ولادها يعني تيشوفوها وما كانوا باقيين صغار هادشي تربى فيهم وبقاو عاقلين عليه ولكن نهار توفى الاب ديالهم الله يرحمه يعني خرجوا تيقولوا هاد الهضره لان يعني حشومه وعار بان ام بحال هكا تكون تدير هاد بحال هاد الحوايج هادو اللي غير لا اخلاقيه وحنا تنتوجد في دوله الاسلام والحق يعني حشومه هادشي بزاف حنا كنتمنى من الجمعيات اللي يعني تحاول تدخل على الخط وتبحث في هاد القضيه مزيان لان هادشي صعيب للدراري والدراري هما اللي كيتكرفسوا دابا الاب الله يرحمه في القبر الام ديالهم راه هي يعني راه هي عايشه الحياه ديالها كما ينبغي ما يعني ما يعني ما مهليش في يعني ما مهليش في الابناء ديالها ما يعني الحنان ديال الام ما كاينش الاب راه هو اللي كان مسكين كان واقف كان خدام وكان تيحن على الوليدات ديالو الله يرحمه وحنا كنتمناو من الجمعيات يتدخل قول لنا شي كلمه اخيره يعني ويا الكلمه الاخيره هي تشوفوا من حال هاد الوليد وتوقفوا معنا شي جمعيه توقف مع هاد الوليد باش هاد الوليد ما يتشردش انا خايفه هاد الوليد لا تجي يديه لينا ولا شي حاجه خايفه عليه
وما نقدرش دابا انا مسكين هو اللي كيحكي ليا تيقول لي انا ما نقدرش نمشي عند ماما راني خايفه يتكرفس عليا داك السيد اللي معاها. وقفوا معنا الله يرحم الوالدين وشوفوا من حال هاد الوليد الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير. محل الوليد انا ما بغيتوش يتشرد ما قدرتش انا يمشي ويتشرد غدا ولا بغيت غدا جديه ليا ولا شي حاجه. هو مسكين ما قادش وباقي صغير ما يقدر حتى على شي حاجه ما يقدرش يدافع على راسو ما يقدر يدير حتى شي حاجه. انا بغيتكم الله يرحم لكم الوالدين توقفوا معنا توقفوا معنا وتشوفوا من حال هاد الوليد الله يجازيكم بخير.